السلام عليكم، كيفك ديري؟ لاباس عليكم؟ جمعة طيبة علينا وعليكم. بالصحة والسلامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناة بشرة شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد. طبعا فضلا منكم ليس أمرا، وما تنسونيش من اللايك والتعليق الزوينة ديالكم اللي دائما كتشجعني. دعواتكم مع اب ميزة، الله يشافيه ويعافيه ويخليه ليهم. كيف ما غادي تشوفوا معايا شنو هزلات ام ميزة على الحساب ديالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغادي تشوفوا معايا كذلك ميزة حتى هي شنو هزلات على الحساب ديالها مسكينة. فالاب كيبقى شي حاجة اللي كبيرة في الحياة ديالنا، كيبقى هو القدوة وهو السند لينا. فالله يخليهم لينا، واللي توفوا لي والديه الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين، واللي مرض الله يشافيهم. غادي نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم، كيفك ديري؟ لاباس عليكم؟ جمعة طيبة علينا وعليكم. بالصحة والسلامة ان شاء الله الرحمن الرحيم. الناس اللي كيسولوني على سنتمنت، كنشكركم بزاف بزاف على تتبعكم معنا الاكسس ديالكم، كنشكركم بزاف على يعني الاجراءات ديالنا. الحمد لله دعواتكم كيوصلوا، شكرا لكم بزاف بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق للجميع ومع مداركم. وكتقول كذلك شكرا لكم، شكرا للمساجات ديالكم، جزاكم الله خيرا. وميزة حتى هي نزلت ستوري على الحساب ديالها اللي كتقول فيه الله يحفظك ليا ويشافيك ليا بابا الحبيب. فالله يشافيه ويشافي جميع المسلمين. دعواتكم لي خوتي بالشفاء العاجل، الله يشافيه ويخليه ليهم. شكرا لكم خوتي على حسن المتابعة. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.